أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب ما كيغنيش للراي المشرمل وما كيغنيش للواي واي. انا ما كنغنيش للواي واي ولا الراي المشرمل. انا حاولت هادو بلا ما قلت انا حاولت ديما حيت انا كنكتب وكنلحن وكنغني من صغري. هذه شي حاجه عطيها لي الله مدين خوت يعني هذه فطره. علاش كتشوفوا الحضور ديالي ديما في التلفازه وفي لي راديو وفي لابريس؟ الحمد لله ديما كنحافظ على الكلمه الراقيه والموسيقى الراقيه اللي انا كتدخل للديور كيسمعوك ناس بوليداتهم. يعني الراي المشرم اللي كيتغنى في لي كاباري ولا اللي كيغنيو بعض المغنيين اللي دابا دايرين به السوكسي انا ما نغنيش وما عمري نغنيه إيه وانا متبرأ منه كما كيقولوا. كاينين مغنيين ديال الراي راقيين بحال الشاب خالد مامي شاب حسن.